Grüß Gott, wie geht's euch? Heute werden wir eine neue Lektion lernen. Lektion Nummer 12. Ich kaufe gerne moderne Kleidung. إذا هذا هو بداية الدرس 12. Ich kaufe gerne. أنا أشتري بسرور moderne Kleidung. Kleidung هي الملابس. إذا أنا أشتري بسرور الملابس الحديثة. هذا الدرس يتضمن المواضيع التالية. أولا سوف نأخذ أسماء الملابس وأدوات التعريف لها. إذا مختلف الملابس سوف نأخذها مع أداة تعريف لكل منها. مثلا نقول دي هوزي البنطلون، مثلا دير روك التنورة، ونعرف أي الملابس هي مذكرة ومؤنثة ومحايدة. في المرتبة الثانية سوف نأخذ حوار داخل محل ملابس حديثة. إذا محل ملابس لبيع الملابس سوف يكون هناك حوار لنا. في قواعديا سوف نأخذ استخدام الصفات قبل الأسماء المعرفة. إذا الأسماء المعرفة بأداة التعريف التي هي دير دي داس، هذه هي أدوات التعريف الأسماء. سوف نستخدم أو نضع الصفات قبل الاسم ونرى ماذا يتغير في الصفة، في نهاية الصفة طبعا كيف تتغير. هناك أيضا في هذا الدرس سوف نتعلم طرح السؤال بصيغة فيلخي أو فيلخر أو فيلخس، أي بمعنى فيلخي هي صيغة سؤال بمعنى أي أو أيتو أو أي مثلا. أي مثلا أي من اللغات أنت تحب مثلا. في المرتبة الخامسة سوف نأخذ مثل كل مرة تمارين حول الدرس، وفي المرتبة السادسة سوف نأخذ ملخص للدرس يتضمن جميع الجمل المستخدمة في الدرس. إذا ننتقل إلى ما عندنا اليوم. نأخذ أولا أسماء الملابس في اللغة الألمانية مع أداة تعريف. مثلا نقول دي بلوزي، إذا عندنا الاسم مؤنث هنا دي بلوزي، البلوزة بلوزة مثلا. نقول دي ياكي الجاكيت، وياكي هنا هي للمذكر أيضا وللمؤنث دي ياكي. نقول دي جينز الجينز، بنطلون الجينز، إذا مؤنث، كل هذه الأسماء مؤنثة دي جينز. نقول دي سوكن، دي سوكن معناها الجواري. دي هوزي، دي هوزي البنطلون. دي شوي الأحذية، إذا دي شوي. وأخيرا عندنا دي أونتر فيشي، دي أونتر فيشي الملابس الداخلية سواء كانت نسائية أو رجالية. أونتر هي تحت، وفيشي أيضا تأتي بمعنى ملابس، إذا دي أونتر تيشي. نذهب الآن إلى بعض الأسماء التي تأخذ أداة تعريف مذكر. مثلا دير روك، لاحظوا أنه هي في اللغة العربية مؤنثة، التنورة مؤنثة، ولكن في اللغة الألمانية اسم مذكر دير روك التنورة، إذا دير روك. دير بولوفير البلوز، دير بولوفير. دير مانتل المعطف، دير مانتل المعطف. دير أنتسوك، أنتسوك البدلة، إذا دير أنتسوك البدلة، وخاصة بدلة الرجال مع كرافاته وهكذا، إذا دير أنتسوك البدلة. نذهب إلى الأسماء التي تأخذ أداة محايدة، الداس، مثلا داس هيمت القميص، داس هيمت القميص، داس تي شيرت، عفوا داس تي شيرت، داس تي شيرت، يعني تي شيرت هو تي شيرت، داس سويت شيرت، داس سويت شيرت، سويت شيرت أنا ترجمتها مثل القمصلة الخفيفة، يعني هي ليست دياكي، وإنما هي قمصلة قد تكون يعني مصنوعة من النايلون الخفيف، قد تكون مطرية، قد لا تكون مطرية ولكنها خفيفة يعني، داس سويت شيرت. وأخيرا عندنا داس كلايد، داس كلايد الفستان، داس كلايد الفستان. أتمنى أن تكون هذه الأسماء معرفة، يعني تصبح معروفة لديكم، وسوف أعيدها لكم مرة أخرى بشكل أسرع. إذا دي بلوزة،
die Jacke, die Jeans, die Socken, die Hose, die Schuhe, die Unterwäsche, der Rock, der Pullover, der Mantel, der Anzug, das Hemd, das T-Shirt, das Sweatshirt, das Kleid. أتمنى ممن لم يشترك في القناة أن يشترك ويفعل الجرس لكي تصله هذه الدروس بانتظام وسهولة، وأتمنى ممن اشترك أن يعرف هذه القناة إلى الآخرين لكي تعم الفائدة، وشكرا وإلى اللقاء في الفيديو القادم.